مساء الخير. بكام البامية يا حاج؟ بكام البامية يا حاج؟ بستة جنيه. ليه بقى؟ هتديها لي مطبوخة باللحمة الضاني؟ ضاني؟ هو حضرتك عليا اليمين ما هاخد منك ولا من ليه؟ يا سلام، ليه؟ من غير ليه؟ واحنا بديك اليوم؟ طب هات نص كيلو طماطم. عناي ولا هات قفص طماطم من المفتخر اللي مخبينه من التسعيرة. أو مالا كله. مطرح ما يسري امري، المعلم سكب الرجال لازم يتغذى. ايه بس انا ما معيش عشان ما تشيليش هام، الفلوس واصل وعليا الطلاق لكون موصله بنفسي. شيلا بقول لك ايه يا جعان. امور يا ست الكل، شيل من البوق اللي ماشي ورايا ده. امرك على عين والراس. مقبوله منك عشان معلم زاك. قدامي يا جعير. حاضر. قدامي. يا ميرفا تقف وتكلميني، انا زعلت في ايه بس؟ انت قررت تزعلي ولا تهد شعر من دماغك. طيب قولي لي ايه اللي حصل؟ ها؟ يا بني ادم استني، انا خلاص مش طايقاك، طلقني. ايه؟ انت عايزه احفر قبر بايدي؟ طب هقول ايه للمعلم زكي؟ وزكي ماله؟ هو انت هتطلقني وانا هطلق زكي؟ هيفكر ان انا ضايقتك وهيضايقني انا كمان. يا ميرفا انا مش حمل اخوك. بقولك ايه؟ قولي له ان انت اللي كرهاني وانا شريكي، ماشي؟ جبان بس عيش. هو الجدع دلوقتي بقى كخة مفترية زي اخوها. الموقف ده انا حاطط ايد عليه من 4 سنين. مش لوحدك يا عم جابر، ما انا كنت موجود معاك. ما قلتش حاجة، احنا الاثنين حطينا ايدينا عليه مع بعض. يعني ايه حاطين ايديكوا عليه؟ اشتريتوه من الحكومة؟ اجرتوه؟ لا يا معلم، حطينا ايدينا عليه ولا مؤاخذة، وقفنا فيه لقط رزقنا. اللي عاوز يركن عربيته نركنها له، اللي عايز يبيت العربية يبيتها، وهي كلها بترزق. طب وايه المشكلة؟ شوف يا ابو الرجال، انت كبرنا وحبينا، وانت اللي هتحكم بينه وبين النص. قول ما تطولش. مش مرتاحين مع بعض، مفيش امان. يا انا شيل يا هو شيل، ونتراضى. انا عارض عليه 20. وانا عشان خاطر مجاية الوحش بقى مش هقبل اقل من 30. تشور بيه يا ابو الرجال؟ انا بقول نقسم البلد نصين، انت تدفع له 25 وتفضلوا اصحابه حبايب. وانا مش هكسر لك كلام ابدا يا ابو الرجال. خلاص يا نص، هدي لك 25 بقى. 25 ايه؟ 25000 جنيه. لقيتك عندنا ما بتقلش بدهب يا ابو الرجال. امسك. ايه دول؟ 10 بواكي 10000 جنيه من انا والنص. ربنا يخليك لينا يا ابو الرجال. سلام يا ريس. الفلوس دي من حقك يا زكي، انت ما ضربتش حد على ايده، ده رزق يا اخويا وجالنا لجات عندنا. الفلوس دي تمن خوف الناس مني. سيبهم يخافوا، خليهم على عماهم، ما هو القط ما يحبش الا خناقه. بس انا كمان الخوف ما عادش جوايا، ما يسيبوني في حالي. لا لا، الزمان ده محدش بيسيب حد في حاله، يا تعيش وحش يا هياكلونا الكلاب. والحظ جالك لغايه بابك وخبط عليك وفتح لك دراعاته، والدليل اهو قدام عيني. مش هيظهر. انا مش عايز غير راحه بالي، عايز اعيش زي كل الناس ما هي عايشه. ما اقدرش اعيش وسكينه في ايديا وسكينه متسلطه على رقبتي. ما اقدرش اعيش وسط ناس خايفين مني، وانا كل يوم خوفي منهم بيزيد. ما اقدرش، انا لازم اهرب، لازم نهرب. منين ما تروح هتلاقي ناس زي شطا وابو شنب، ناس تخاف وناس تخوف. خد الفلوس يا زكي، خلينا نعيش، بلاش تضعف. ما اقدرش اعيش عمري كله لابس توب غير توبي. تعبت عليا، تعبت، يا ريت اموت. زكي ما تخافيش، انا اضعف من اللي موت نفسي. ارجع يا زكي، ارجع عشان خاطري.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مالك يا زكي؟ خايف يا مولانا. من ناس ولا من نفسك؟ من نفسي ومن الناس. بيزرعوا الشر جوايا. الشر جنون واخره ندم. ما عدتش قادر اعيش وسطيهم. عشان ترتاح يا ابني لازم تتوقع منهم الشر قبل الخير. بس انا بحب لهم الخير يا مولانا. الخير موجود والشر برضه موجود، ودي سنة الحياة. خايف أضعف وأبقى زيهم. الخير قوي وشر الناس. الشر دايما ضعيف وجبان. اتجه إلى الله واذكره ينجيك ويهديك. يلا يا زكي، يلا يا ابني روح بيتك. السلام عليكم. مع السلامة يا ابني. صالح ومتضايق اخر مضايق.